مرحبا، أنا دكتور فيرا متى، أخصائية تغذية. عم كون معكم كل مرة تنحكي عن مواضيع بتتعلق بالتغذية والصحة. موضوعنا لليوم شو هن الأطعمة يلي بتزيد من الخصوبة. الأطعمة الغنية بالفيتامين A, E, C ومعدن الزنك ومعدن السيلينيوم هن أكتر الأطعمة يلي بتزيد من الخصوبة. وين معقول نلاقيهم؟ منلاقيهم بكترة بأطعمتنا بأكلنا اليومي. مثلا الفيتامين A منلاقيه بكترة بالخضار والفواكه اللي لونها أصفر أحمر وأورانج، ويعني فينا نلاقيهم بالشمام والبطيخ الأحمر، بالجزر، باللقطين وحتى بالبندورة. وما تعتلو هم البندورة بالجزر، حتى لو طبخناهم بيضلون البيتا كاروتين واللايكوبين وحتى الفيتامين A الموجود فيهم بيضلوا ينفع لصحتنا. الفيتامين اي وين معقول نلاقيه؟ منلاقيه بالبذور النيه والقلوبات النيه بكثره، مثل اللوز، الجوز، البندق، الفستق الحلبي، الافوكا وحتى البزر اللقطين او البزر دوار الشمس اللي عاده ثلاث ارباع العالم بيتصرف فيه، بس دائما انتبهوا يكونوا قلوبات نيه منا مقليه واكيد غير مملحه. كمان الفيتامين اي منلاقيه بالاسماك المدهنه مثل السمو. أما الفيتامين سي بتصور هذا أكتر فيتامين popular بالعالم، بتحبه دايما بالفترات اللي بيكتر فيها الفيروسز لأنه بيعتبر أنه بقوي المناعة. صحيح بقوي المناعة وكمان بيساهم بزيادة الخصوبة. الفيتامين سي متوفر بكتير من أكلنا مثل البقدونس، الحمضيات كلها، حتى الكيوي منلاقيه بين مكان. ودايما بدي شديد انه نزيد حامض على كل اكلنا، كل السلطات وحتى كل اليخنات اللي بنكون عم ناكلها، وهيك بنضمن انه عم ناخذ كميات عاليه من الفيتامين سي. بدي اقول لكم شغله كمان عن الفيتامين سي، انه هو بيتاكسد بسرعه، يعني دايما جربوا وقت تكونوا بدكم تاخذوا ليمونيد او حيلا عصير اورنج جوس تكونوا عم تعصروه فريش وتشربوه لتستفيدوا من الفيتامين سي، لان الفيتامين سي فولاتايل دغري بيطير. إذا بدنا نتجنب أنه يتأكسد الفيتامين سي أو نخسره من أطعمتنا، ضروري نكون للليمونيد أو للأورنج جوس نكون منلفها بقماش أو تكون بعيدة عن الضوء، ودايما نحطها بقلب البراد لتكون بعيدة عن تأكسد الضوء والحرارة. أما بالنسبة لمعادن الزنك والسيلينيوم، الزنك موجود كترة باللحمة الحمراء والأسماك والدجاج والديري برودكتس، الأجبان والألبان. دايما أنا بشدد على الأجبان والألبان يكونوا خاليين من الدسم. أما السيلينيوم موجود بالقلوبات النية وبالسمك وبالحبوب. يعني بمختصر مفيد، الأطعمة يلي بتزيد الخصوبة هن الأطعمة الصحية يلي بترتكز على الدهون الغير مشبعة وبترتكز على الحبوب، وأكيد ما ننسى أهمية الأوميجا 3 للخصوبة. أوميجا 3 موجود بكثرة بكل القلوبات النية، بكل الأسماك المدهنة وبكل الزيوت. دايما بتسألونا عن زيت الزيتون قديه هو صحي؟ أكيد هو صحي، بس بيبقى في زيت بعد أصح منه فيه كمية أوميجا 3 عالية اللي هو زيت بذر العنب، الجريب سيد أويل. هيك بنكون عملنا overview سريعة عن الأطعمة يلي بتزيد الخصوبة. ما ننسى أنه دايما نظام صحي متوازن هو نظام بيقدر يجدد الخلايا، وكل الأطعمة اللي بتجدد الخلايا بتساهم كتير بالخصوبة. بدي أقول شغلة عن الوزن والخصوبة. دايما الوزن الزايد أو البدن المفرطة أو الضعف المفرط هن أعداء الخصوبة. يعني إذا كنت أو كنت ناويين أن يكون في عندكم بيبي، ضروري يكون وزنكم مظبوط وبالضمن النورم المظبوطة من الوزن للطول، ولا بدن مفرطة ولا افراط بالنحافه. وكمان اذا كنتوا اتلتيك وبتمارسوا بكثره رياضه، تذكروا انه في 3 ارباع الكيسز كثره الرياضه، الافراط في الرياضه. مش بس عم بحكي افراط بالرياضه، يعني نكون عم نعمل كل يوم ما لا يقل عن 6 او 7 ساعات اذا كنا اتلتيك، يقدر كثير ياثر على الخصوبه. بالنهاية بدي اعطيكم كمان نصايح صغيرة مثل الابتعاد عن التدخين لانه بيأثر على الخصوبة سلبيا، وكمان كثرة الكحول بتأثر سلبا على الخصوبة.
ولهون بكون عطيتكم اهم التبس واهم النصايح لتكونوا عم تزيدوا من الخصوبه.